مشاهدينا الكرام، اهلا بكم معنا وحلقه جديده من هنا ماسبير. ومن خلال فقرتنا النهارده هنتكلم عن التغيرات المناخيه. والحقيقه في كتير جدا من التساؤلات بتطرح حول هذه القضيه المهمه. الحقيقه طبعا انه التغيرات المناخيه، تداعيات هذه التغيرات سواء في الحاضر او في المستقبل، كانت من الموضوعات المطروحه في السنوات الماضيه. هل العالم مستعد لهذه الظاهرة؟ هل العالم مستعد للمخاطر التي قد تنجم عن التغيرات المناخية؟ هنتكلم أكتر عن مفهوم التغيرات المناخية، هنتكلم عن أثار هذه التغيرات سواء على مستوى العالم أو على المستوى المحلي لو بنتكلم عن مصر، خاصة أن احنا أكيد كلنا حاسين بتأثير التغيرات المناخية على مصر. النهاردة من خلال حديثنا عن هذا الموضوع معانا في الاستوديو الأستاذ دكتور السيد صبري، خبير تغير المناخ والتنمية المستدامة ومنسق اتفاق الأمم المتحدة لتغير المناخ سابقا. أهلا بك معنا يا دكتور. أهلا يا فندم. أهلا بحضرتك دكتور. يعني بداية قبل ما نشرح أو نتكلم بالتفاصيل عن التغيرات المناخية، عايزين يعني نعرف من حضرتك مفهوم التغيرات المناخية. حضرتك طبعا المفهوم بتاع التغيرات المناخية هنقوله من البداية، الأرض منذ خلقها الله سبحانه وتعالى كان بيحصل فيها تغيرات مناخية، ولكن على تغيرات مناخية طبيعية نتيجة البراكين ونتيجة اتجاه دوران الأرض حوالين الشمس والبقعة الشمسية اللي هي الظواهر الكونية دي، كانت بتبقى كل فترات بعيدة جدا تصل لآلاف السنين وملايين السنين، اللي هو عشان كده كان بيحصل انتقال اللي هي زي ما بنقول العصر الجليدي، انقراض الديناصورات وكده. لكن الجديد في المفهوم بتاعنا بقى ان هذه التغيرات المناخيه الطبيعيه زادت شده ما بتحولت بقى بفعل الانشطه البشريه. جت ازاي؟ ما من منتصف القرن ال 18 اللي هو بعد الثوره الصناعيه واكتشاف البترول والفحم والغاز والاله والطاقه واستخدام الطاقه وزياده الانشطه البشريه من استخدام الاراضي والزراعه وغيره، بدا يبقى عدد من الغازات بتخرج او بتنطلق او بتنبعث نتيجه هذه الانشطه، على راسها طبعا غاز ثاني اكسيد الكربون، لانه ده بيخرج من اساسا من استخدامات الطاقه سواء توليد الطاقه او استخدامات الطاقه بانواعها المختلفه وتوليد الكهرباء وغيرها. وفي غاز ثاني برضك اسمه غاز اكسيد النيتروز، وغاز الميثان طبعا بيطلع من المخلفات واي نعم واحيانا من الزراعات زي زراعات الارز والزراعات اللي بيبقى فيها مياه راكدة. فالمهمة التركيزات دي بدأت تزيد في الغلاف الجوي. هذه الغازات لها طبيعة احتباس الحرارة. يعني ظاهرة الاحتباس الحراري. ما هي أدت إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. زادت قدرة الغلاف الجوي على احتباس كمية من الطاقة في الغلاف الجوي. فأصبح الغلاف الجوي ما فيهوش اتزان حراري. بقى في طاقة أكتر من اللازم. هذه الطاقة هي اللي تسببت فيما يسمى أول حاجة ارتفاع درجة متوسط درجة حرارة الأرض، اللي هو بنسميه الجلوبال وورمنج أو الاحترار العالمي، اللي طبعا زادت بنسبة قد إيه تقريبا؟ درجات الحرارة. درجات الحرارة زادت حاليا بقت وصلت إلى المتوسط، دايما ما نقولش درجة حرارة، متوسط درجة حرارة الأرض زاد بما يعادل تقريبا دلوقتي واحد درجة مئوية أو واحد من عشرة. متوقع أن تزيد يعني على السنوات القادمة. الاتفاقية الأولانية بتاعت 92 كان يأملوا أن درجة حرارة متوسط درجة حرارة الأرض ألا يزيد على 2 درجة مئوية. وطبعا هذا بالمعدل اللي ماشي دلوقتي والزيادة اللي حصلت في كام سنة بس وصلت لواحد درجة مئوية، فمعنى كده أنه بقى في الواقع هيكون أسوأ ممن كان تنبؤات قبل كده. واتفاقية باريس كان الهدف الرئيسي بتاعها عدم تجاوز الاثنين درجة مئوية، والأفضل والتركيز خاصة ده كان طلب من معظم الدول وخاصة الدول النامية ألا تزيد عن 1.5 درجة مئوية. يعني ما قدمناش غير تقريبا نص درجة مئوية، ده بعد كده هتبقى في أثار سلبية خطيرة على مناح الحياة
على الكرة الأرضية. طب وإحنا طبعا يعني بنشهد عدد كبير جدا من القمم الدولية في السنوات الماضية للوصول إلى اتفاقية، يعني بنشوف المؤتمرات دي رؤساء وحكومات ومنظمات مجتمع مدني مختلفة سواء القطاع الخاص أو القطاع العام. هل شايف يا دكتور، وكانت طبعا اتفاقية باريس، هل شايف يا دكتور أنه العالم يعني قادر على الوصول إلى حلول للتغيرات المناخية؟ هل إحنا جاهزين لهذه الظاهرة أن إحنا نتعامل مع المخاطر التي قد تنجم من التغيرات المناخية؟ العالم بيحاول يبقى جاهز، لكن هو الحقيقة مش جاهز. هل المحاولات صادقة بصراحة؟ لا، حقيقة المحاولات نقدر نقول مش صادقة ولا تتواكب أو لا تكافئ الأخطار المتوقعة من تغير المناخ. ولما اتفاقية تغير المناخ وقعت في 1992 كان يعني كل دول العالم مدركة أن في تغير المناخ وله مخاطر كبيرة، ولكن هذا الإدراك متفاوت، زائد أن النيات والاتجاهات برضك متفاوتة. ففي الاتفاقية الأولى الدول الصناعية اللي هي متسببة تاريخيا في تغير المناخ يعني التزمت بأنها تخفض الانبعاثات بنسب معينة. التخفيض ده عشان نوصل لما بعد ذلك ان يبقى في نوع من الاستابيليزيشن، يعني ما نزودش الطين بله زي ما بيقولوا. وايضا تساعد الدول الناميه اللي هي ما كانتش متسببه في تغير المناخ من الاثار اللي جت عليها فيما يسمى. ده طبعا لازم نوضح ان احنا امام ظاهره غير عادله طبعاً. انه الدول اللي يعني للاسف انها يعني ممكن تعاني من تداعيات التغير المناخي مش هي الدول اللي تسببت في هذه المشكله، واقل قدره على مجابهه اثار تغير المناخ من الدول الصناعيه. طيب يعني ايه الحلول؟ الحقيقه احنا عايزين نتكلم بقى على الحلول. الموقف المصري يعني فيما يخص ملف التغير المناخي، لأنه مصر كان ليها دور مهم جدا في هذا الملف، ليس فقط لأنها تقدم وجهة النظر المصرية لكن كمان وجهة نظر أفريقيا بشكل عام. مصر من الدول اللي لها دور كبير في مفاوضات تغير المناخ، حتى في الاتفاقية الأولى التي وقعت في 1992. ويعني طبعا كانت بتشارك بفعالية في المفاوضات وبتشارك فعليا في المجموعة الأفريقية في داخل المفاوضات. الحقيقة مصر طبعا كانت مدركة من البداية برضك من مخاطر تغير المناخ، وما كانش عندنا برضك النيات زي الدول الصناعية اللي هي مش عايزة بعض القطاعات عندها زي قطاعات الطاقة وكده انها تتأثر. ف يعني مصر كانت مدركة لهذه المخاطر، وكانت لها برضك مشاركة كبيرة في اتفاقية باريس، وقادت المجموعة الأفريقية في هذه المفاوضات هذه الاتفاقية. لكن الحقيقة أنا قلت لحضرتك المشكلة مصر من أكثر الدول تأثرا بتغير المناخ، موقعها الجغرافي وفي عوامل كثيرة، الدلتا اللي موجودة عندنا طبعا ده عايزين نتكلم عنها بالتفاصيل. ده هنتكلم عنها بالتفاصيل، لكن أنا قصدي أقول مصر كانت فعالة في بسبب ادراك حجم المشكله وتداعياتها علينا، ولكن يعني بامانه في البدايه نتيجه ان كانت هناك في اصوات حتى هي قليله حتى على مستوى العالم كانت بتشكك في موضوع تغير المناخ، لان حتى الان الى الان الاصوات دي بتقل كتير. ليه؟ لسبب لانه في كتير جدا من الدراسات يعني بالظبط، لان في التسعينات كانت قايمه الكلام ده على دراسات سابقه، ما كانش فيه الا سوبر كمبيوترز ولا أجهزة قياس، ولا مع الوقت بقت في أجهزة قياس بتقيس الآثار سواء ذوبان الجليد في القمم الثلجية، ارتفاع مستوى البحار، إلغاء معدل الأعاصير المدارية، كل الحاجات الآثار دي في ال 20 30 سنة اللي فاتوا دول بدأت تظهر بوضوح وبدأت تؤكد إن هذه ظاهرة فعلية وشديدة الخطورة ولا بد من تصدقها. طب إن كان في إدراك من مصر إنها من الدول المعرضة لمخاطر التغيرات المناخية، هل إحنا عندنا خريطة لمخاطر وتهديدات المتغيرات المناخية في مصر؟ طبعا. ده زي ما قلت لحضرتك عندنا المخاطر بتاعة تغير المناخ على مصر هي من عندنا أول. بس هي الفكرة هل عندنا خريطة عندنا بقى ترصد ده؟ طبعا، لأن في حضرتك في أكتر من مشروع اتعملوا لرسم بيسموها المناطق المهمشة أو المناطق المهددة في مصر في أماكن مختلفة، سواء من ناحية ارتفاع مستوى سطح البحر أو سواء من ندرة الأمطار أو ندرة المياه، أو كل دي دلوقتي
بقت موجوده ومعروفه، عارفين ديت ممكن ايه، بس الشبكه بتاعه ملاحظه اثار تغير المناخ يعني هي جاري تقويتها اكتر، بحيث تبقى متصله بمعنى النقط اللي بتقيس مثلا في بورسعيد في اسكندريه، في عندنا مركز بحوث الشواطئ وفي هيئه حمايه الشواطئ، فدول شغالين فيما يخص موضوع الشواطئ سواء شواطئ البحر الاحمر او شواطئ البحر الابيض المتوسط. لكن عندنا وزاره الزراعه عندها الاجهزه، عند وزاره الري وزاره الري بتشوف برضك اثار تغير المناخ على مياه النيل، لان مش الامطار بس، لا ده عندنا 95% من الميه عندنا من مياه النيل. في اثار غير الضغوط من تزايد السكان و لا ده في اثار من تغير المناخ. معظم السيناريوهات حوالي 11 سيناريو من 13 بيقولوا ان هيبقى في نقص حاد في الموارد المائيه بسبب تغيرات مناخيه. طيب احنا هنتوقف يا دكتور مع يعني فاصل ونعود مره اخرى لنستكمل حوارنا ونتكلم عن يعني تغير حزام الامطار في مصر على يعني بشكل عام. بعد الفاصل نعود مره اخرى. احنا طبعا يعني مش معتادين على السيول والامطار الكثيفه، والحقيقه كل سنه السيول والامطار بتزيد عن السنه اللي قبلها. المتغيرات المناخيه ازاي يعني غيرت من حزام الامطار بشكل عام في مصر؟ هو طبعا حضرتك السيناريوهات والتنبؤات الخاصه فيها، في حاجه اسمها الهيئه الحكوميه الدوليه المعنيه بتغير المناخ IPCC. هذه الهيئه مجموعه من العلماء على مستوى العالم بتحلل جميع البحوث والدراسات اللي بتتم على مستوى العالم، وبتطلع بتقارير علميه بتقول تاثير تغيرات مناخيه على جميع مناحي الحياه. فحضرتك بالنسبه لموضوع تاثير التغيرات المناخيه على حزام الامطار، كان معروف كده ان هيبقى اهم نتيجه متاجه تغير احزمه الامطار مكانيا وكميا. بمعنى ايه مكانيا وكميا؟ يعني طبعا نتيجه الارتفاع متوسط سطح الارض البخر بيزيد من المياه البحاريه والمحيطات، بيتكلم كميات السحب بتبقى اكتر. كميات السحب دي لما بتطلع بتدفعها الرياح، ممكن تكون بطاقه حركيه اكبر نتيجه اللي قلنا ان في طاقه اكتر من اللازم. فممكن احزمه المطر قيل انها هترتفع من الجنوب الى الشمال، وبعدين في اماكن زي ما مثلا جنوب شرق اسيا وكده هتبقى فيها الامطار اكتر من اللازم، لا فيها سيول. احنا نسمع عن سيول في بنجلاديش والحتت دي، ودي ضاره ولها مخاطر، بس احنا كمان بقى عندنا سيول. لا وقال مش في دي بس، انا بقول على جميع مستويات، ده السيول الاكثر. احنا عندنا هيبقى برضك افريقيا وفي اماكن كتير هيبقى في الاماكن اللي راحتها الامطار دي، في اماكن مش هيبقى فيها، هتقل فيها الامطار وممكن ما تبقاش فيها خالص. هنا هيبقى فيه جفاف وتصحر، ده ممكن يؤدي الى تصحر ويؤدي كمان على يعني نسبه الاراضي الزراعيه طبعا. فده المقصود بيه، ده مكانيا يعني التحرك مكان الاماكن هتختلف، وكميا بدل ما كان كميات قليله هتبقى كتير كبير. وكميات ما فيش. طب ان كنا احنا بنتكلم عن السيول واحنا بنتكلم على الفقر المائي، طب احنا ليه ما نفكرش ان ازاي دي تبقى جزء من حل المشكله، ان احنا ازاي نستفاد بالسيول دي؟ اللي دي من الحاجات اللي يعني الاي بي سي سي ادركتها واشارت لها كتير، ما يسمى بحصاد المياه واللي هو رين هارفستنج. يعني الاماكن اللي بينزل فيها كميات كبيره من المطر دي يبقى فيها بحيرات صناعية أو سدود أو ما يسمى
الاتجاهات الجديده، لو مثلا بلاد جبليه تبقى سدود صغيره، يعني بيسموها الووتر كاتشن، يعني زي يعمل بحيره صغيره، هذا جبل نازل يعمل ارتفاع كده سد، كميه الماء دي تكفيه مثلا يزرع الموسم ده على ما تنزل مره ثانيه، فانت كده بتقدر تستفيد اكتر. زائد طبعا هل احنا بدانا بدايه دكتور؟ هل احنا بدانا في طبعًا المساله دي؟ قدر علمي ان انا ازاي وزاره إن أنا الري وزاره الري استفاد من الامطار النازله؟ طبعا في حاجات، اعتقد في سد في العريش هناك حتى حاليا حامي، حتى الان بالرغم من كميه الامطار نزلت يقال انه حامي مدينه العريش واللي حواليها، ما كانش موجود قبل كده. وفي اماكن كتيره في سيناء وفي الصحراء الغربيه، كل الاماكن اللي فيها احتمال يبقى في سيول، لان ديت بتبقى معروفه الاماكن ديت مخرات السيول وكده بتتعمل، لانها اصلا بتاثر على البنيه التحتيه، ده ممكن تهد كوبري او تدمر منازل. هل احنا محتاجين اعاده نظر كمان في البنيه التحتيه علشان تقدر انها تستوعب هذا الكم من الامطار والسيول اللي احنا ما كناش هو يعني متعودين هو عليها؟ حتى وزاره الري واخد الدوله اخد الموضوع ده في اعتبارها كويس جدا، ويبقى في تنسيق بقى مع كل الجهات والهيئات. اولا مخرات السيول لازم تتنظف، يعني لازم يتعمل لها صيانه. اللي اهم حاجه تفعيل التشريع الخاص بعدم البناء في المخرات السيول، لان طبعًا للاسف معظم الكوارث طبعا دي مش مفعله لحد دلوقتي. الناس القانون ده بتبني، وممكن احيانا ساعات زمان يعني نتيجه مثلا ما كانش في تخطيط جيد ممكن يتبنى مكان عمل عام يعني مدرسه او كده، ولما تيجي السيول يقول لك الغير، طب ما انت اللي حاططها في مجرى السيل. ففي اجراءات كثيره دلوقتي بدات، لان حاليا زي ما حضرتك في خطه للتكيف مع تغير المناخ، في استراتيجيه في مصر استراتيجية التكيف مع آثار تغير المناخ في جميع القطاعات، في الزراعة والموارد المائية والصناعة وغيره، وأيضا في خطة للحد من الانبعاثات، لأن مصر بقت جميع الدول حاليا نامية أو متقدمة ملزمة بأنها تخفض الانبعاثات، بس الدول النامية بتخفض طبقا لإمكانياتها واقتصادياتها وعشان لها خطط تنمية. أما الدول الصناعية المفروض التزامات محددة ومعروفة ونأمل انهم يلتزموا بيها. اما الدول الناميه فهتخفض، لازم تقول انت هتعمل ايه مع تغير المناخ، هتعمل ايه في الخفض، ودي كلها خطط اعتقد انها موضوعه يعني وموضوعه، ودي مرتبطه بالتنميه المستدامه. لان مش تغير المناخ هو له تاثير خطير مدمر على تحقيق التنميه المستدامه. لو احنا عايزين نعمل تنميه مستدامه يبقى لابد الاول نجابه تغير المناخ. ليه؟ التنميه المستدامه معناها ان انا باخد عندي النواحي الاقتصاديه والنواحي الاجتماعيه والنواحي البيئيه. طب انا النواحي البيئيه والنواحي الاجتماعيه هنا متاثره جدا بتغير المناخ، والاقتصاد متاثر بتغير المناخ، يبقى فين التنميه المستدامه؟ صحيح. فهو التنميه المستدامه لو اتعملت بتحسن من مقاومه تغير المناخ، وتغير المناخ لو ما اتعملش يعني العلاقه متبادله الى حد ما. العلاقه عضويه. طيب هل صحيح انه النشاط الزراعي هو الاكثر تاثيرا بالتغيرات المناخيه؟ طبعا متوقع النشاط الزراعي، لانه ليه النشاط الزراعي؟ النشاط الزراعي حضرتك مرتبط بكذا حاجه، اولا زياده الطلب على نتيجه زياده السكان، زياده الطلب على الغذاء. نمرة اثنين الزراعه بالذات المحاصيل بتتاثر بحاجتين، درجه الحراره والميه. احنا عندنا الاثنين هيتاثروا، درجه الحراره هتزيد وبالتالي في محاصيل مش هتنفع، مش هتبقى متواكبه، ما تنفعش تطلع في درجه الحراره ديت، والتغير بتاعها كتير. تاني حاجه الميه هيحصل فيها ندره. الميه هيحصل فيها ندره لسبب ان ميه النيل متوقع انها تقل، زياده الطلب على الميه من السكان، زياده الطلب من الانشطه الاخرى زي الصناعه، فكل ده ضغط على الحاجات الرئيسيه في الزراعه. طبعا والامن الغذائي طبعا بشكل عام. فده تاثيره على الامن الغذائي. طبعا. طب هل فقط التاثير في يعني انتاجيه المحاصيل، ولا كمان جوده المحاصيل ممكن انها تتاثر بالتغيرات المناخيه؟ هيبقى في تاثير على انتاجيه المحاصيل، ونتيجه ان هذا المحصول اتزرع ما زال بيزرع في درجه حراره وظروف مناخيه او ظروف جويه لا تناسبه، بالتاكيد هيطلع الكميه اقل، وكمان الجوده ممكن تكون اقل. طب هو السؤال، هل المجتمع الريفي قادر ان هو يتعامل مع هذه التحديات؟ هل هو عنده الوعي الكافي؟ هل احنا عندنا الكوادر اللي هتقدر توعي الفلاح المصري بهذه المتغيرات؟ طبعا ده مهم جدا من الارشاد الزراعي، بس اللي انا اعرفه يعني طبعا من زملاء من وزاره الزراعه، الفلاح المصري عنده بيسموها الخبره الفطريه، بفطرته عارف ان الدنيا اتغيرت
وان في مهام بس الفترة ما تكفيش، مش لازم يسميه تغير مناخ، لا هو بيتواكب بقدر الامكان، لكن زي ما قلت حضرتك ده مش كفاية، انا لازم اوعيه كفاية وبالارشاد الزراعي لازم اعرفه ايه اللي يعمله، ومش كده بس هسيبه، ده لازم، وده احنا شغالين فيه في وزارة الزراعة استنباط قوي لمحاصيل اصناف جديدة تتحمل اصناف جديدة، تحمل درجة حرارة وتحمل الملوحة. ليه الملوحة؟ لان كمان انا عندنا الدلتا مهددة، فممكن يبقى المياه البحر يحصل تغلغل لمسافات في شمال الدلتا، فهتبقى الزراعات دي جاي لها ميه مالحه فنسبه ملوحة اعلى ودرجه حراره اعلى، فلا بد يبقى من استنباط اصناف جديده ويبقى مقابل فلاح فمسؤول بقى ان هو يتبع. هل اختلاف كمان في الطقس ودرجات الحراره ادت الى يعني ظهور حشرات جديده ما كانتش موجوده؟ طبعا ده بيؤدي الى بيسموها يعني حشرات او كائنات يعني حشرات بنسمها دي جديده ويكون لها قدره على مقاومه المقاومه الزراعيه، فده بردك من المخاطر، لان زي ما حتى ما اشرناش لها ان تغير المناخ هيبقى له تاثير جدا خطير على ما يسمى بالتنوع البيولوجي او التنوع الحيوي البايودايفرستي. البايودايفرستي ده اللي هو مقصود به تنوع الكائنات كله عايش على عامله توازن بيئي، عامله توازن بيئي لانه كله عايش على حساب كله، بمعنى زي ما مثلا ابو اردان زمان لما خلصنا منه ظهرت لنا الديدان في الارض وعملت مشاكل، لان كان كل واحد له مهمه، المهمه الثانيه بتعتمد على المهمه الثالثه المهمه الرابعه وهكذا. هذا التوازن البيئي تغيرات مناخيه هتاثر فيه، لو اثرت فيه يبقى معنى كده انه ياثر على الغذاء بقى، لان هو التوازن ده هو اللي بيؤدي زي ما قلنا التنوع الحيوي هو سبب سله غذاء العالم. طبعا. طيب عايز اتكلم بقى برضو على احنا اتكلمنا على الامن الغذائي وكلمنا على الزراعه بالتفصيل، عايزين نتكلم بقى عن ارتفاع منسوب سطح البحر، هل فعلا يعني في مشكله خاصه بالمحافظات الساحليه في مصر؟ بنتكلم عن دمياط، بورسعيد، الدقهليه وكفر الشيخ. طبعا هو ارتفاع مستوى سطح البحر ده على مستوى العالم، تمام، ليه حضرتك احنا عارفين 70% من سطح الكره الارضيه ميه، طبعا معظمه غالبيته محيطات والباقي بحار، بحار صغيره او بحيرات. المايه بتتمدد بالحراره زي اي سائل من السوائل. احنا عندنا في بخر نتيجه ارتفاع درجه الحراره، معدل البخر اقل بكثير جدا من معدل ارتفاع مستوى المايه نتيجه التمدد وكميات الكبيره جدا من ذوبان السلوج في القاره القطبيه الجنوبيه وايضا في القمم الجبال الثلجية زي جبال الألب وجبال الإنديز والقمم الثلجية للجبال، فده يخلي ارتفاع المستوى سطح البحر. المشكلة قبل ديت الجزر الدول الجزرية أو المدن الساحلية أو ولا الدول الجزرية، في دول صغيرة هي عبارة عن جزيرة ودوبك على سطح المية، فأي ارتفاع هيعمل لها مشكلة، وهم دايما أكتر ناس يعانوا من تغير المناخ يقول لك كده هنغرق احنا بالكامل. في دول تانية شاطئية لها دلتوات زي دلتا النيل عندنا ودلتا الفايكنج في فيتنام وكده، الدلتوات دي عادة بتبقى بتلامس بتبقى بمستوى سطح البحر، فأي ارتفاع المية هتخش عليه على جو على الجزء التاني اللي هو الجزء ما كانش فيه مية، ومشكلة وبس، ده غير بقى دي هنا الحتة دي بتبقى فيها موانئ. طب هل في اجراءات بتتم للحفاظ على المدن الساحليه؟ طبعا وبداناها فعلا من دلوقتي، من زمان ما في هيئه حمايه الشواطئ شغاله من زمان، اللي هي الحاجات اللي بنشوفها في اسكندريه وفي دمياط ولكن الاجراءات دي مكلفه للغايه لانها مش عمليه مش زي الناس سهله، فهي مكلفه، ومركز بحوث الشواطئ بيساعد على امكانيه، فظهر مفهوم جديد ده ما يسمى بالاداره المتكامله للمناطق الشاطئيه او المنطقه الساحليه. يعني ايه الاداره المتكامله للمنطقه الساحليه؟ يعني انا اخد كل منطقه واشوف ظروفها ايه، ما ينفعش اعمم حاجه اتعملت هنا زي حاجه ثانيه يعني. اللي يناسب هنا ما يناسبش اللي هنا، وبعدين انا لما اجي اعمل اجراءات تكيف ما بوظش الصناعه، المنطقه دي فيها صناعه وفيها حاجات كتير وممكن تكون منطقه سياحيه، فاعمل الاجراءات اللي تناسب هذا المكان، واحيانا بعض الاجراءات تكون اسيب المكان ده يغرق احسن ما اصرف فيه كتير وهيرغى يبقى ده حل، لكن انا ما اقعدش اصرف فيه وبعدين في الاخر لان انا مش قادر على ان احل مشكلته.
فده المفهوم ده موجود، اللي هي الاداره المتكامله للمناطق الساحليه، وفي استراتيجيه في مصر للكلام ده. الحاجه الثانيه، احنا عندنا في مصر للاسف في بعض المناطق المنخفضه عن مستوى سطح البحر، ومن ضمنها محافظه البحيره. محافظه البحيره دي اللي بيحميها كلها سور ابو قير، سور اللي بناه محمد علي. هذا السور لو لا قدر الله يعني حصل له حاجه، هو طبعا بيتم تقويته باستمرار. لازم يتم تقويته طبعا. المنطقه المحافظه البحيره دي بالكامل لغايه دمنهور، يعني المنطقه دي بالكامل تغرق. بالتاكيد طبعا في تدابير لازمه، يعني في تدابير وشغاله يعني. طبعا الموضوع من الحاجات المهمه جدا. الحقيقه يعني موضوع المتغيرات المناخيه محتاج اكتر من حلقه، لانه احنا بنتكلم عن قضيه ملحه هيكون ليها تداعيات في المستقبل. دكتور السيد صبري، خبير تغير المناخ والتنميه المستدامه ومنسق اتفاقيه الامم المتحده لتغير المناخ سابقا، انا بشكرك جدا على هذا اللقاء، وننتظر طبعا لقاءات اخرى ان احنا نتكلم بالتفاصيل عن التغيرات المناخيه. فاصل ونعود مع الزميل خالد سعد وحوار مع الدكتوره هبه جمال الدين أستاذ النظم السياسية بمعهد التخطيط القومي، وحوار عن مستقبل منطقة الشرق الأوسط في ضوء الصراعات الحالية. يعني قبل ما نشوف اللقاء، هنشوف معاكم دلوقتي تقرير عن احتفالية الموظف المثالي والموظفة المثالية على مستوى قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام تحت رعاية اللجنة النقابية للعاملين بالتلفزيون. الحقيقه انه يعني لفته طيبه جدا من النقابه، بنقول مبروك لكل المكرمين. نشوف معاكم التقرير ونرجع مره ثانيه. كما تعلم أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا الهيئة الوطنية للإعلام هو بيت الإعلام وبيت العائلة، ليس على مستوى مصر فقط ولكن على مستوى الإعلام العربي وإشعاعه، وكما نالت حضارة بعطاء أبنائه. مبادرة اللجنة النقابية العاملين بالتلفزيون لتكريم العامل المثالي والعاملة المثالية يأتي في هذا الإطار، لأن كل الدور وكل هذا العطاء يقوم بأبناء التلفزيون من مذيعين ومخرجين ومصورين وإداريين، هم أصحاب العطاء الحقيقي، وإن شاء الله يلتقي أكثر وأكثر بعطاء أبنائه. فكرة جيدة جدا ومحترمة جدا، يعني أعتقد أن يعني أول مرة أن الموظف اللي بيشتغل وبيجتهد وبيخلص، خاصة في الظروف اللي احنا بنمر بيها كلنا، اعتقد ان هو يعني مجرد ان انت بتقول له شكرا، مجرد ان انت بتتواصل معاه وبتشعره ان هو فعلا بيأدي عمل محترم في ظل الظروف دي، انا اعتقد ان هو دي فكرة يعني جيدة. يعني اعتقد لابد اللجنة النقابية، اولا كل الشكر والتقدير للنجلة اللي فكرت في اقامة هذا الحفل للتكريم قطاعات الهيئة بكافة، ولكن انا يعني اعتقد ان انا يعني بعد الشكر ليهم لابد ان احنا نكون حريصين عليها اكتر، دي هتدي دفعه اكتر، يعني اعتقد هتدي يعني ثقه في لدى كافه قيادات الهيئه ان هي فعلا بترعى وبتنظر الى الموظف بنظره يعني فائقه الاحترام والتقدير. الحمد لله اليوم النهارده، الحمد لله انا سعيده ان احنا كرمنا النهارده، شكرا لكل اللي كرمونا وساعدونا النهارده من لجنة نقابه العاملين بالتلفزيون، كل قيادات التلفزيون، كل هيئة الوطنية للإعلام، شكرا. انا بشكر المجهود اللي هم عملوه، الحقيقه اول سنه يتكرم فيها الموظف المثالي والموظفه المثاليه في جهاز الاعلام عامه، وده ما حصلش قبل كده، وبشكرهم جميعا على المجهود اللي هم عملوه. شكرا ان انتوا افتكرتونا في اليوم دون، وميرسي جدا جدا، ودايما تمشي على النهج الجميل ده، وكل الشكر لكل الاعضاء اللجنه النقابيه. بشكر اللجنه النقابيه اللي منظمه هذا الحفل، ودايما التكريم بيحفز غيرنا عشان يكونوا على اجتهاد ومصابره في العمل،
وبالتالي بنرقى بالمستوى المبنى اللي هو قضينا فيه اجمل ايام حياتنا، والمبنى اللي بقالنا فيه اكتر من 36 سنه. وبشكر في النهايه كل الناس اللي رشحتني لهذا التكريم. كل التحية والتقدير لحضراتكم أعزائي المشاهدين، وكل التحية والتقدير لكل مواطن مصري شريف بيحب بلده بجد، بعيدا عن البحث عن نجومية زائفة أو مكاسب. وهي بيسعدنا أن ألتقي حضراتكم من خلال هنا ماسبيرو على شاشة التلفزيون المصري تلفزيون الشعب. هنتكلم النهاردة على مستقبل المنطقة. شايفين أن المنطقة لا تهدأ منذ سنوات، منذ بداية ما أطلق عليه الخريف العربي أو الربيع العربي، وأنا بطلق عليه الخريف العربي لأنه يحقق مصالح دول أخرى غير الدول العربية. هنتكلم على سيناريوهات مراكز الفكر للدول التي لها مصالح في المنطقة، بتفكر إزاي؟ إيه المخطط لهذه المنطقة؟ في سيناريو كبير جدا بيخطط للمنطقة، ومصر بعون الله وبقوة عزيمة الرجال والشعب المصري اللي في ظهر جيشه موجودة لحماية الأمن القومي المصري والعربي. برحب بضيفتي الكريمة في هذا اللقاء الدكتورة هبة جمال الدين، مدرس العلوم السياسية بمعهد التخطيط القومي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. قبل ما أبدأ حديثي مع حضرتك عاوز أعلق تعليق صغير بس على التقرير اللي كان قبل لقائنا على طول، وهو تقليد جميل ورائع من الهيئة الوطنية للإعلام. قيادات الهيئة بنشكرهم عليه، وتكريم الإداريين واختيار الموظف المثالي. هو تقليد جميل، وانا يعني بعتقد ان تطبيق سياسه الثواب والعقاب مهمه جدا لجوده العمل. لو عاوزين نرتقي في العمل، لما يكون عندي حد مجد بيشتغل في اي مجال من المجالات لازم اقدره واكرمه، ولما يكون عندي حد مقصر لازم احاسبه. فشكرا جزيلا على هذا التكريم، ومبروك للزملاء المكرمين. دكتوره هبه، شايفه المنطقه يمكن اكتر منطقه نطلق على منطقة فيها صراعات ومنطقة ملتهبة على مستوى العالم، لأن تتصارع عليها القوى الكبرى والقوى الفاعلة في العالم. شايفة المستقبل المنطقة إزاي؟ هو طبعا للأسف المنطقة العربية يعني هو طبعا ربنا حباها بموارد كتيرة، ويمكن ده يعني سبب يعني نقمة للأسف مش نعمة، لأن نقمة لأن هي محط أطماع القوى العالمية والقوى الكبرى اللي هي عندها فقر في الموارد، وطبعا بتحاول تستخدم أدوات كتيرة عشان نتكلم بقى عن قدرتها على الاستمرار يعني والاستدامة في المستقبل. لأن حضرتك عارف أن تغير المناخ مثلا، احنا دلوقتي لغاية دلوقتي بقينا بنشوف يعني تبعاته، والتقارير العالمية كلها بتتكلم أن في المستقبل القريب هتبقى عدد من الدول هتختفي تماما، فهم بيدوروا على الموارد. وطبعا احنا عندنا أكبر احتياطي في البترول واحتياطي الغاز اللي طلع الحمد لله عندنا مؤخرا، الموقع الجغرافي للمنطقة، كل ده الكلام ده مش كلام اعتباطا، لا بالعكس ده هو كلام مهم جدا. عشان كده يعني هل هو صدفة اللي بيحصل في المنطقة خلال هذه الأيام؟ وإحنا على مشارف الحديث عن الإعلان عن صفقة القرن، وخصوصا بعد تشكيل يعني احتمال تشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد الانتخابات الأخيرة، وده اللي قالته الولايات المتحدة الأمريكية في أكتر من تصريح. فإحنا عندنا أكتر من ساحة مشتعلة يعني كلها مصادفة في توقيت واحد، في حين أن الكثير من مراكز الفكر الأوروبية والأمريكية بتتحدث عن يعني قبل ما يحصل الكلام ده خالص عن موجة جديدة من موجات ما يسمى بالربيع العربي، أو أنا يعني أحيي حضرتك على الربيع. هل ده صدفة؟ لا مش صدفة طبعا. أنا عاوز أقول أن حضرتك متخصصة وعاملة دراسات كبيرة جدا في مراكز الفكر الإسرائيلي وكيف تنظر للمنطقة وإزاي بتضع سيناريوهات لإدارة المنطقة. ولكن قبل ما أتكلم على السيناريوهات الإسرائيلية والسيناريوهات الأمريكية للمنطقة، عاوزين نتكلم على الأوضاع الملتهبة حاليا. كيف ترى يعني التدخل التركي السافر في الأراضي السورية، الاشتعال الأزمة في لبنان، كل الطوائف دلوقتي جوه يعني في الشارع مع اختلاف ماروني سني شيعي كله في الشارع دلوقتي، في استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، العراق واللي بيحصل فيها. أنا هبدأ الأول بتركيا طبعا. فضل. يعني تركيا هي قوة معتدية، يعني للأسف احنا بنتكلم عن فين الحدود التركية، يعني بتتكلم دلوقتي تركيا واللي يعني بتعمله في سوريا أمر يعني هو اختراق لمبادئ القانون الدولي. تمام. وده اللي قاله الاتحاد الأوروبي، وده اللي قالته ألمانيا حتى مؤخرا من الأسبوع اللي فات.
وبرغم من كده هو مكمل، يعني مكمل ليه وبيتكلم عن تطهير عرقي كامل للأكراد، بيتكلم عن تغيير ديموغرافي شكل المنطقة، وبيحاول يعني يستخدم ملف اللاجئين عشان خاطر يغير يعني قضية الأكراد. تمام. ملف اللاجئين طبعا هو بيهدد الاتحاد الأوروبي، بيقول لهم أنا هفتح لكم الحدود بالزبط. لو أنتم ما عجبكمش اللي أنا بعمله. تتدفق المهاجرين بقى الغير شرعيين للدول الأوروبية، هو بيلوح بكده طبعا. وهي طبعا أوروبا عندها مشكلة في عدد اللاجئين والمهاجرين اللي عندها، وطبعا بتدفع معونات لأردوغان عشان خاطر يخلي عنده المهاجرين أو اللاجئين السوريين. في الحين طبعا هو بيقول هنجيب في المنطقة دي اللي هي أصلا أغلبية كردية فيها 1.5 مليون سوري، وطبعا بيستخدم أسلحة مجرمة دوليا عشان يموت الأكراد. ومؤخرا حصل اتفاق مع روسيا عشان خاطر يعني القوات الكردية اللي بتدافع عن المنطقة تتراجع شوية عشان نعمل منطقة أمنة أو عزلة. بالضبط. وكأن المنطقة يعني خلاص احنا بنتكلم بقى عن يعني للأسف في مد دلوقتي بيكلموا ان حدود الدول والحدود ان خلاص ما فيش حاجة اسمها دول قومية، بيكلموا عن نهاية الدول القومية، بيكلموا عن ان الحدود السياسية دي حدود مش استاتيك مش دائمة، دي حدود عملها الاستعمار، وبالتالي احنا بنتكلم بقى كل دولة من حقها انها تتكلم عن الأمن القومي بتاعها وانها ما تلتزمش بالحدود السياسية. وللأسف ده مد غربي كبير. وطبعا هو مد يعني بيصب في صالح تركيا وصالح اسرائيل في المنطقه. تمام. لان هم مش مرسمين حدودهم، وهو هو عنده يعني ايران. ايران هل في طرف في المعادله؟ للاسف انا هقول ان ايران يعني انا مياله كده، وهقول لحضرتك ليه. انا مش بدافع عن ايران خالص، ولكن ايران هي مفعول بيها زيها زينا. وبيستخدموا الملف، يعني كان في تقرير طالع من راند، ده مركز ابحاث امريكي متصل بالسي اي اي، بيقول مستقبل الصراع السني الشيعي في المنطقة. إن في 2017 طلع التقرير بيقول بعد 10 سنين هنستخدم هذا الملف عشان نتكلم عن نهاية الدول القومية، وإنه كل قرية، حضرتك تخيل كل قرية ستنادي بالانفصال وحقها في تقرير المصير. واحنا شغالين، احنا بنتكلم دلوقتي 2027، احنا خلاص داخلين على هو عمليا صعب، نظريا يكون سهل لكن تطبيقه يمكن ياخد صعوبه شويه. هو والله شغال في المنطقه دلوقتي، احنا بنتكلم يعني خلينا نشوف المناطق الملتهبه. دلوقتي بنتكلم في لبنان، ولبنان بنتكلم عن حزب الله، وبنتكلم عن لو فشلت حركه الدولة. امل كمان ظهرت في الصوره الشيعيه طبعا. واحنا بنتكلم دلوقتي يعني لبنان، وبعدين العراق اللي بيحصل فيها، يمكن لبنان طب كان عندهم حرائق غابات وما كانش عندهم استعداد، يعني طيارات ما كانتش شغاله، ما كانش في صيانه. العراق فجأة كده يعني اكتشفوا ان في قضايا فساد او في مشاكل في الفساد عندهم في العراق. تحس حضرتك ان الاحداث تتحرك بفعل فاعل وفي توقيت متزامن، وكأن في لهو خفي بيحرك الاحداث؟ طبعا هو مش لهو خفي ولا حاجة، اللي بيدرس مراكز الفكر او اطماع الدول في المنطقة يعرف ان كل شيء مخطط. انا هقول لحضرتك طبعا يعني انا هرجع تاني لفكره الحديث عن نهايه الدول القوميه. تمام. دلوقتي في مد وتفتيت الدول من داخل، يعني دايما حتى مع ظهور بعد 2011 واحداث 2011 قال لك تفتيت الدول او هدم الدول من الداخل، المفهوم الجديد. هي عشان نهايه الدوله القوميه يحصل ازاي؟ لازم من جوه، يعني المشكله دايما حتى الرئيس قال كده، قال احنا انا خايف من اللي جوه عن اللي بره. صحيح. اللي جوه ده هو اللي بيتكلموا عن الحشد الاجتماعي السلمي والتعبئه السلميه والمطالبه بالتغيير. يعني ان المواطنين هم اللي هيطالبوا بالتغيير، وده اللي بيحصل. وده اللي هيؤدي الى ده اللي بعض الشباب المغرر بيهم او اللي احنا بناخد عليهم ملاحظات كثيره في 2011 اكتشفنا انهم راحوا صربيا واتمرنوا على التغيير السلمي، ازاي تعمل مظاهره، ازاي تعمل قلقل في المجتمع من الداخل. بالظبط. وغير كده كمان الموضوع ما زال مستمر، يعني خلاص هي جت اول موجه يعني نجحت في بعض الدول، في بعض الدول الثانيه الحمد لله لا، زي مصر مثلا. لكن للاسف المخطط ده موجود ازاي دلوقتي؟ هما بيتكلموا عن يعني مثلا جامعه زي جامعه فيرجينيا وجامعه فلوريدا وجامعه هارفارد، دول اكبر الجامعات الـ يعني عالميه، مش حتى الامريكيه. الجامعات دي بتطلع دراسات تتكلم عن يعني نهايه او فشل الدول القوميه في اداره ملفات مهمه جدا، ملف الصحه، ملف التعليم، ملف الاقتصاد والتنميه والرفاهيه.
وإن الحل إن دلوقتي المواطنين ينادوا بالاستقلال وإن كل منطقة تتكلم عن تقرير مصير. وبدأوا يتكلموا عن القرى، يعني حضرتك القرى وطبعا يعني خلينا نرجع بالأذهان إلى إن أول دولة حصل فيها الكلام ده كانت السودان، اتكلمنا عن انفصال جنوب السودان. وطبعا الامر اللي لازم بقى الناس تعرفه ان في تقرير مطلعه فاند فور بيس، ده يعني ان جي او امريكيه بتتكلم عن الدول الفاشله، جمعيه اهل يعني اهليه امريكيه بتعمل تقرير او مؤشر عن الدول الفاشله. اول دوله حضرتك تتخيل هي جنوب السودان، يعني اللي هي فيها يعني بترول ويورانيوم، وبرغم من كده هي دوله اصبحت فاشله، اللي هي كانت بتتكلم عن استقلالها عن شمال السودان. هم كان يعني تخطيط يعني انفصال جنوب السودان كان لاغراض تحقق مصالحهم، يعني احنا شايفين الصين متواجده، اسرائيل متواجده، الصراع على الثروات اللي في جنوب السودان، يعني ده شيء مهم جدا، زي ما بنقول مش الصراع في ليبيا، الصراع على ليبيا لما فيها من ثروات. انا اقول حضرتك في 2015 طلع الموساد كتاب اسمه نجاح مهمة الموساد في انفصال جنوب السودان، وبداوا يبعتوا يهود الفلاشة لان هم نفس الملامح البشرة، يحاربوا على انهم جنوب سودانيين يعني من الجنوب، يحاربوا ضد الحكومة الشمالية. والموساد طلع الكتاب ده، والكتاب ده منشور ممكن اي حد يجيبه، يعني مش حاجة خفية، حاجة منشورة. ده هم مبسوطين بيهم قوي. وبرده نفس الكلام لما كانوا بيحاولوا من سنتين يتكلموا عن انفصال كردستان من العراق، مين اللي كان واقف معاهم؟ اسرائيل. فلانها من مصلحتها ان احنا نتكلم عن تقرير المصير وتتفتت الدول ونتكلم عن دويلات صغيره، وتبقى اسرائيل هي دوله الاقليات الاقوى والابرز في المنطقه، وبالتالي يسهل بقى الحديث عن انها تاخد مواردها، انها توسع حدودها. يعني انا دلوقتي انا ما عنديش مشكله، انتوا عايزين تعملوا مشروعات اقتصاديه مع اسرائيل اعملوا، بس اولا ترسم حدودها وتتكلم عن قضايا الفلسطينيه وتدي الفلسطينيين حقهم. لكن لما انت بتشتغل مع يعني كيان يعني متغلغل بدون ترسيم الحدود، يعني انت حر. فدي نقطه مهمه جدا، وده المحك الاساسي عشان نقدر نشتغل عليه. النقطه الثانيه لازم ابص برضو ان الملفات الساخنه دي في المنطقه، وانا اقول لحضرتك هي ليه تركيا في غض طرف امريكي واوروبي عن اللي بيحصل، وروسي المفاجاه لينا كانت روسي كمان. وروسي للاسف لعبة المصالح يا دكتورة هبة. طبعا يعني في جامعة فلوريدا في مركز اسمه أميرجي، المركز ده مركز لدراسات البيئة مش سياسة خالص، اتكلم عن في 2015 عن خطة بيقولوا ان منطقة الشرق الأوسط المشكلة اللي فيها هي مشكلة لو حصل حلها هيحصل استقرار في المنطقة في العالم ككل، وان الحل ده هيقوم على ان احنا نستخدم ملف الإرهاب، هنستخدم ملف الصراع السني الشيعي، هنستخدم فشل الحكومات في إدارة ملفات الصحة والبيئة والاقتصاد والتعليم، ونتكلم عن إقامة اتحاد فيدرالي، خلاص بقاش في دول، تيجي بقى الدول الموجودة دي تبقى ولايات. الولايات دي لان الدول دي ما عندهاش رشاده في استخدام الموارد بتاعتها، الموارد الطبيعيه، وان حتى العائد بتاعها بتستخدمه بشكل غير رشيد. فالحل ايه؟ هنعمل اتحاد فيدرالي تكون التحكم في الموارد تحكم مركزي عند مين؟ اسرائيل رقم واحد، الثاني رقم اتنين تركيا. فطبعا تركيا احنا هما كده بيغزلوها بحلم المد العثماني اللي بيتكلم عليه اردوغان. وطبعا لما اسرائيل هيحصل الكلام ده لان هما بيتشدقوا ان هما دول الدولتين اللي عندهم تكنولوجيا عاليه في المنطقه، وحضرتك هتتفاجئ ان ايران داخله مفعول بيها زينا زيها، وان بيقولوا ان الخطر الايراني ده هيبقى هو السبب ان دول الخليج تمول المشروع. طيب دول الخليج هتمول المشروع ليه؟ لان لاما ايران هتعمل مراجعات فكريه، لإما إيران هيسقطوا الدولة الإسلامية، وبالتالي السعودية هتنول ودول الخليج هتنول المشروع. طب كل السيناريوهات دي مصر في يعني زي بالتعبير الدارج كده أو البلدي زي العظمة في الزور بالنسبة لكل هذه المخططات، طالما مصر قوية متماسكة متلاحمة هي بتعطل مخططاتهم. هم أكيد في سيناريوهات بقى، يعني لو اتكلمنا على السيناريوهات إزاي بتفكر بركز الفكر الإسرائيلي برغم ان في عدم تجانس يعني داخل المجتمع الاسرائيلي، بس هم بيتغلبوا على كده. يعني شفنا القلق اللي حصلت من فتره ولكن يعني تم التعتيم عليها اعلاميا وسياسيا من يهود اثيوبيا، هم عندهم الاشكناز والسفرديم واليهود الغربيين واليهود الشرقيين، ولكن ساعه المصلحه اعتقد بيبقى التوجه واحد. بس اقول لحضرتك بصراحه، اتفضلي، انا كنت رايحه كينيا، وانا في الطياره كنت في طياره مجموعه من الحجاج الكينيين كانوا جايين من القدس، ف
فانا بسال واحد فيهم بقول له انت ايه رايك من القضيه الفلسطينيه واسرائيل؟ قال لي قبل ما اسافر باسبوع انا كنت شايف ان اسرائيل دوله ديمقراطيه متقدمه وان الفلسطينيين مش اصحاب الحق. انا رحت حج هناك اللي هم اسرائيل بتنادي بيه، اكتشفت ان اسرائيل دي نظام عنصري زيه زي جنوب افريقيا زمان، بيضطهد الفلسطينيين، والفلسطينيين دول اصحاب الحق وان هم ناس ضحايا. هنا بقى اسرائيل اللي هي بتحاول تدي ايمج قدام العالم كله انها دوله متسامحه دينيا، حج افريقي شاف بعينه لان هو نظام عنصري بصرف النظر بقى عن هما بيطلعوا ايه، لكن الممارسات على الارض عمرهم ما يقدروا يخفوها. فاللي هما بينادوا بيه وتشدقوا بيه هو ده هيبقى بدايه نهايتهم، لان هما مش هيقدروا يغيروا ده، متجذر في الثقافه الاسرائيليه. طيب دكتوره هبه، وسط كل هذه التحديات والتهديدات، مصر وجودها بقوها الناعمه بسياستها الخارجيه بجيشها اعتقد لها دور في عرقله كل هذه المخططات. كمان الدبلوماسيه الرئاسيه بتلعب دور مهم جدا في اظهار الوجه الحسن والقوي للدوله المصريه. وهضرب لحضرتك مثال واخد راي حضرتك فيه، المؤتمر الاخير روسيا افريقيا، وجود مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي بوصفه رئيس الاتحاد الافريقي، وشفنا ازاي في تقل مصر مش على المستوى المظهري بس ولا على مستوى لغه الجسد اللي كانت واضحه للجميع ان في تناغم بين الرئيس بوتين والرئيس المصري رئيس الاتحاد الافريقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن على مستوى كمان المطالبات المصريه او المطالبات الافريقيه اللي كانت على لسان رئيس الاتحاد الافريقي، ومنها رفع السودان من جدول الدول اللي هي بتدعم الارهاب، منها ضروره دعم القاره الافريقيه اقتصاديا، ان القوى الفاعله في العالم والقوى الاقتصاديه في العالم يجب ان تنظر لافريقيا كشريك اقتصادي، يعني انتهى زمن نهب الثروات الافريقيه. كان في كلام كتير جدا بيتقال لصالح المنطقه ولصالح القاره الافريقيه كمان. هي انا هرجع بس الاول قبل يعني مؤتمر او قمه افريقيا روسيا افريقيا، لكن سيادة الرئيس من ساعة ما مسك الاتحاد الأفريقي ويعني وراح التيكاد، راح الفوكك في الصين، في الأمم المتحدة، يعني سنة مثمرة في التحركات جدا جدا. ويمكن هم حتى في جوه الاتحاد الأفريقي ما يعني ما فيش حاجة يعني بتحصل بهذا الزخم، يعني حتى سيادة الرئيس نفسه عمل مؤتمر الاستثمار في أفريقيا، عندنا صحيح. اهتمام كبير جدا وده ما كانش موجود قبل كده صحيح. يعني احنا قعدنا فترة 30 سنة مصر بعيدة عن أفريقيا، وطبعا يعني سيادة الرئيس وكان لسه موجود عامل زيارة في أكتر من دولة أفريقية مؤخرا، ده كل ده بيأكد على أن يعني الدبلوماسية الرئاسية دي شديدة الأهمية وبتفتح مجالات كتيرة، وخصوصا حتى كمان سيادة الرئيس وحرصه على موضوع مؤتمرات الشباب والشباب الأفريقي صحيح. ده أنا كنت في كينيا وكان شاب من الشباب بيتكلم أنا ما فيش قائد إفريقي أو رئيس إفريقي مهتم بالشباب، فأنا قمت قلت لهم لا، وسيادة الرئيس بيعمل مؤتمرات الشباب. طبعا كانوا منبهرين بهذه التجربة، لأن ما فيش تجربة يعني زي اللي بيعملها مع الشباب الإفريقي أو الشباب المصري بشكل دوري، وخصوصا لما حضر مجموعة كبيرة من الشباب اللي يمثل أكثر من 25 أو 29 دولة إفريقية في المنتدى طبعاً الأخير. طبعا وده مهم جدا، ومحتاجين كمان يعني نعمله بشكل يعني مش بس كل سنة، احنا محتاجين نعمله مثلا كل 6 شهور، لأن فعلا القارة الإفريقية قارة واعدة والشباب يعني محتاج منافذ للتعبير عن الرأي. هرجع بقى لقمة روسيا. طبعا المهم جدا وكان ده الترند اللي بيتكلم بيه سيادة الرئيس، فكرة الوين وين سيتويشن وفكرة الصوت الأفريقي الواحد، لأن احنا دايما كنا بنخسر مع الجانب الغربي ان احنا دايما كدول متفرقين بشكل ثنائي. طب ليه مش افريقي؟ يعني سياده الرئيس بيتكلم دايما الدول الافريقيه محتاجه ايه، وده كان نتيجه باين جدا في البيان الختامي في المشروعات والاتفاقيات اللي تم توقيعها. يعني كل بند او كل محور اكتر من اتفاقيه مع اكتر من دوله افريقيه، وده الصوت الجديد اللي احنا محتاجينه سواء مع روسيا او مع الصين كقوه صحيح. كبيره ناشئه وعامله مشروع الحزام والطريق. على ذكر الصين، احنا كنا اتكلمنا قبل البرنامج وقلنا ان الصين لها رؤيه مختلفه شويه عن القوى الفاعله في العالم بالنسبه للمنطقه. ده حقيقي. لا انا كده هرجع بقى للحديث عن الصراع السني الشيعي، هي بتقدم بقى فكره جديده خالص من خلال مبادره الحزام والطريق. بتقول ان من ضمن اليات المبادره ان البترول هيروح للصين في شكل خطوط انابيب بترول، فبتقول انا دلوقتي انتوا كان بينكم يعني حروب دمويه او توترات، طيب ما خلينا نبص على الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي كان بينهم حروب ظلام صحيح، لكن التعاون الاقتصادي هو الاساس. فبتقول انا دلوقتي خطوط البترول اللي تيجي من دول الخليج هتوصل لي من خلال إيران،
فبتقدم قدم في 2016 الرئيس الصيني ورقه تعاون او ورقه سياسات عربيه بيتكلم ان هيبقى في تعاون ثلاثي بين الصين والسعوديه وايران. ده كده نظره مختلفه خالص جدا. تذويب اي خلافات بين ايران والسعوديه هاير، ولو في تعاون اقتصادي اكيد ده هيقلل التوتر السياسي بشكل كبير جدا. طبعا، وبيتكلم ان احنا هيتعاونوا في مجال الطاقه النوويه ومجال البترول، وده شيء مهم جدا ان هو لو ده حصل. وطبعا مصر مهم جدا انها تدخل في اطار الوساطه أكيد. عشان نتكلم مع يعني مع ايران بقى والصين، الدور المصري مهم جدا ان احنا نسمع بودانا ونقرب وجهات النظر. وانا بصراحه مع فكره استخدام السلاح اللي بيستخدمه الغرب او تستخدمه اسرائيل ضد المنطقه هو الصراع السني الشيعي، فدايما نسمع بودانا ونحل الخلافات. فاحنا لو دوبناه يا ريت. وده اللي بتقدمه الصين، وبتقدمه من خلال اليات مبادره الحزام والطريق، لان التجاره الدوليه هي المبادره، هي مبادره للتجاره والاقتصاد. الكلام ده مش هيحصل في اطار توترات، لان دايما راس المال جبان. صحيح. فاحنا محتاجين نوع من الاستقرار في المنطقه، وده اللي الصين حريصه عليه. وطبعا هو نفس الفيرجن او نفس الفيجن اللي بيتكلم عليها سياده الرئيس. واعتقد ان احنا علاقتنا القويه برضو مع الصين، والصين كانت قبل روسيا عامله الصين افريقيا، قمه الصين افريقيا ومبادره الحزام والطريق، وكانت بتقول ان فعلا هم باصين لمصر انها بوابه افريقيا بالتحديد. فكده مصر مؤهله للعب ادوار كبيره جدا في المنطقه، في ظل ان انا ما عنديش قطب واحد دلوقتي، لا انا عندي روسيا، عندي الصين، عندي الاتحاد الاوروبي اللي برضه بيقدم رؤيه مختلفه بعض الشيء عن امريكا. فانا ممكن هنا الصانع السياسي المصري بذكائه الكبير ورؤيته الاستراتيجيه ممكن يستفيد من كل هذه الرؤى، خاصة أن مصر دلوقتي محط الأنظار. يمكن في الفترة الأخيرة بنستقبل أكتر من اجتماع على مستوى عالي جدا، اجتماعات دولية وآخرها المجموعة الأساسية لمؤتمر ميونخ للأمن. طبعا يعني أعتقد أن الدبلوماسية المصرية هي فعلا يعني تعي جدا تغير شكل النظام الدولي. وطبعا احنا شفنا مؤخرا في تقارب مصري روسي، تقارب مصري صيني اوروبي، حتى امريكي. احنا ما زلنا علاقاتنا جيده جدا بالجانب الامريكي، فدايما كل يعني ما نقدر نطور ونعدد من اجندتنا مع التقارب طبعا الافريقي والتقارب الاسيوي. ده بشكل كبير جدا تقدر تخلي مصر عندها مساحه من حريه الحركه. طبعا مؤتمر ميونخ او المؤتمر ميونخ للامن ده من اهم المؤتمرات العالميه اللي يعني بتعقد سنويا، وجامعه بنسلفانيا نفسها صنفته انه هو الاهم. من المرات القليله او يمكن المره الاولى اللي بيخرج خارج يعني القاره الاوروبيه يجتمع في دوله افريقيه. هو طبعا الاجتماع هو اجتماع المجموعه الاساسيه اللي بيبداوا يحطوا فيه بقى القضايا اللي هتتناقش جوه المؤتمر نفسه بالظبط. لان المؤتمر بيعقد في فبراير، وسيادة الرئيس كان مشارك في فبراير اللي فات في المؤتمر، وكانت المشاركة يعني مثمرة جدا، وشفنا نتائجها ان احنا عندنا لأول مرة يعني استضافة مصر للمجموعة الأساسية، وكان فيها قضايا كتيرة مطروحة. وكان سيادة الرئيس حريص انه يتكلم عن قضية الوضع في ليبيا والقضية الفلسطينية والتعاون الاستخباراتي في مجال مكافحة الإرهاب، وحضر جوه مصر عدد من رؤساء الأجهزة الاستخباراتية الأوروبية والعربية الإفريقية مع مقرري المؤتمر ومنظمي المؤتمر. وطبعا ده بيؤكد ايه؟ ده بيؤكد رسالة مهمة جدا ان مصر يعني كل القوى العالمية شايفاها انها اكثر استقرارا. صحيح. انها بتقدم يعني صورة جيدة جدا امام العالم، وان اي انتقادات بتوجه الى النظام المصري كلها انتقادات مغرضة وملهاش يعني واقع من الصحة، والا ما كانش يبقى عندنا يعني احنا عندنا اكشولي كل يوم مؤتمر. صحيح. ومؤتمر دولي على مستوى عالي طبعا. مؤتمر دولي، كانت لسه وزاره التخطيط عامله في الغردقه مؤتمر بيحصل كل سنتين. يعني اول مره يبقى في مصر عن التقييم والمراجعه عاملاه مع الامم المتحده، وكان في ضيوف يعني من اكثر من 120 دوله. بمعنى ايه التقييم والمراجعه عشان ما نفوتش حاجه؟ لان ده مؤتمر مهم. هي بيتكلموا عن اهداف التنميه المستدامه وازاي يتم يعني حساب او تقييم مؤشرات تحقيق اهداف التنميه المستدامه عند دول مختلفه. وطبعا كانت استضافه مصر للمؤتمر دي كانت اول مره يعني، وبيحصل كل سنتين، وكان مع يعني في اكتر من 600 شخصيه دوليه موجوده. التجربه المصريه كانت موجوده يعني وممثله بقوه. دي مؤسسات رسميه ولا مؤسسات يعني غير رسميه اللي كانت موجوده في المؤتمر، ولا نوعين؟ هي طبعا معمول بالاساس بالامم المتحده اللي بتعمله بالشراكه مع وزاره التخطيط. في ممثلين من وزارات التخطيط يعني من مختلف دول العالم، المحيط من 120 دوله.
في طبعا مؤسسات، مراكز ابحاث، جامعات اهليه. كان في رؤيه مصريه قدمت في هذا المؤتمر. طبعا طبعا، وهم حتى اثنوا في اكثر من جلسه عن التجربه المصريه في اطار التخطيط والمتابعه. طبعا ده مؤتمر، يعني النهارده مثلا رئيس الوزراء بيفتتح مؤتمر عن الامن والغذاء، الامن الغذائي في افريقيا. عندنا مؤتمرات بشكل يومي تقريبا، اقدر اقول لحضرتك كده بشكل يومي. ده بتؤكد ايه؟ بتؤكد مدى ثقه العالم ان مصر يعني قويه والحمد لله ناجحه في مكافحه الارهاب. دي كلها رسائل للطمانه وجذب السياح، لان طبعا لو احنا ما كانش بدا تبقى في انفراج يا دكتوره هبه. طبعا السياحه الروسيه، انجلترا رفعت الحظر يعني، واحنا والله كمان السياحه الروسيه يعني، انا يعني دايما السياحه الروسيه سياحه يعني دايما بيحبها السوق المصري، لانه يعني طريقتهم حتى في الانفاق وفي التعامل طريقه يعني بيحبها او قريبه جدا من قلوب المصريين. فاتمنى ان شاء الله، يعني اعتقد ان مع استمرار السياسه المصريه واستمرار الدور الرئاسي والدبلوماسيه الرئاسيه، اعتقد احنا برضو مع يعني انا شويه طماعه شويه، محتاجين ادوات اكتر كمان للحديث عن الدبلوماسيه الناعمه لمصر، الحديث اعلاميا، محتاجين قنوات اعلاميه تصل لمختلف الدول الافريقيه. عندنا اوراق كتيره جدا بس عاوزين نستخدمها ونستخدمها صح. صحيح. وعندنا قوه كبيره جدا مش مستخدمينها، في حاجات كامنه احنا عاوزين يعني نظهرها من جديد وتلعب دورها زي ما حضرتك بتقولي، الدبلوماسيه الناعمه او القوى الناعمه المصريه بجانب القوى الصلبه، بجانب القوات المسلحه، بجانب الخارجيه، مؤسسات الدوله. احنا بنملك اوراق كتيره جدا ممكن نستخدمها في الفتره القادمه. لا ان شاء الله، يعني انا واثقه ان يعني اعتقد هو حتى في اهتمام كبير بتنويع ادوات السياسه الخارجيه المصريه. صحيح. وطبعا مع يعني والمهم جدا ان المواطن المصري يبقى واثق ومؤمن يعني باهتمام مؤسسات الدوله على راسها سياده الرئيس بتحقيق تنميه اقتصاديه واجتماعيه داخل مصر. دكتورة هبة جمال الدين، احنا طفنا في مجموعة من الموضوعات الهامة جدا اللي محورها مصر، موضوعات إقليمية ودولية، ولكن كان محور كلامنا مصر، وفي سيناريوهات كتير جدا بتتعمل، ولكن مصر يعني لها دور فاعل كبير جدا في المنطقة. بس زي ما احنا قلنا كده، نستخدم كل قوانا، مش الدبلوماسية الرسمية فقط، ولكن قوانا الناعمة بجانب الدبلوماسية الرئاسية، بجانب زيادة الوعي وقيم الانتماء عند الناس. انت شرفتين الدكتوره هبه ونورتينا، ونلتقي وموضوعات اخرى باذن الله ان شاء الله. يا فندم اهلا وسهلا. دكتوره هبه جمال الدين، مدرس العلوم السياسيه بمعهد التخطيط القومي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه، نراك على خير باذن الله. شكرا يا فندم. مصر بخير اعزائي المشاهدين، برغم كل التحديات والتهديدات، ولكن احنا بنملك اوراق كثيره جدا، وعندنا قوه كبيره جدا، لازم نثق في نفسنا، ولازم نشتغل بوعي ونعمق قيم الانتماء والولاء عند شبابنا تجاه هذا البلد العظيم. عاشت مصر عزيزة آمنة مستقرة، والله الموفق والمستعان. وزي ما دايما بقول في الختام، ما تخافوش أبدا على مصر، لأن مصر فيها رجالة. تحياتي.